من جانبه أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة خلال المؤتمر الصحفي على خلق فريق من دول الخليج العربية برئاسة المملكة العربية السعودية، حيث تم البدء بالمفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة. أوصينا بتوصية في اجتماعنا اللي عقد في البحرين في 19-20 أكتوبر بعقد اجتماع ثنائي مع أخواننا أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية لبحث نقطتين مهمتين اللي هي تدفق السلع وانسيابية السلع بين دول المجلس والتبادل التجاري، وأيضا اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات والدول في مختلف أنحاء العالم. وسعدنا بمشورتهم وبرأيهم، وتم تحديد الدول اللي ذات الأولوية في مجال تفاوضي لاتفاقيات التجارة الحرة، وتم خلق فريق خليجي مكون من دول الخليج كلها وبرئاسة الأخ عبد الرحمن الحربي من المملكة العربية السعودية، وباشروا في بدء عمليات المفاوضات سواء في اتفاقيات كانت جامدة أو في مساعي جديدة. إن شاء الله نتمنى هذه تكون خطوة إيجابية. اليوم دول الخليج ككل تحظى فقط ب 5% من السوق العالمي أو 5% من الناتج المحلي العالمي في إطار اتفاقيات، ونأمل إن شاء الله بالحصول على سعة أكبر من السوق العالمي وحصة أكبر بالدخول في اتفاقيات أكثر، بحيث أن احنا نمثل الخليج عالميا بما يليق بمنتجات ومصانع الدول في الخليج.